طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. كيف يرى المواطن العراقي مؤتمر استعادة الأموال المنهوبة الذي انطلق اليوم في العاصمة بغداد؟ هل يحتاج العراق لعقد مؤتمر إقليمي ودولي لإعادة أمواله المسروقة منذ عام 2003 ولغاية الآن؟ كيف نفسر اتهام الكاظمي للنظام السابق بتهريب مليارات الدولارات؟ كيف يكون ذلك والحصار الاقتصادي كان يضيق الخناق على النظام وعلى الشعب؟ فكيف استطاع تهريب المليارات؟ أين دور هيئة النزاهة النيابية طوال السنوات الماضية في استرداد الأموال المهربة؟ أين وصل عمل مجلس مكافحة الفساد الذي شكلته الحكومة؟ حيث شهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم الأربعاء انطلاق مؤتمر تحت عنوان استعادة الأموال المنهوبة بمشاركة جامعة الدول العربية وعدد من وزراء العدل العرب وشخصيات ومنظمات معنية بمكافحة الفساد. قيل لاستعادة الأموال المهربة التي تقدر قيمتها بأكثر من 450 مليار دولار هذه المهربة. قالت هيئة النزاهة في العراق بأن بعض المسؤولين يلجؤون إلى ازدواجية الجنسية بالفساد والاستثمار، وهي السبب وراء صعوبة استرداد الأموال المنهوبة. وأوضح رئيس الهيئة علاء جواد بأن بعض الدول تعد حاضنة للفساد وتقف عائقا في إعادة الأموال المنهوبة، لا سيما بأن بعض الدول باتت حاضنة للأموال العراقية وتقف عائقا في إعادة الأموال المنهوبة بحسب قوله. خلونا نأخذ مقتطف لتصريح هيئة النزاهة اليوم من نشرة عراق اليوم، نأخذ هذا التصريح ونرجع لكم. المعوق الكبير اللي تعاني من عده هيئه النزاهه كجهه معنيه قطاعيه تكون دائره الاسترداد ضمن تشكيلاتها هو الجانب الدولي، رغبه الدول التي تحتضن المال المنهوب وكذلك تحمي الشخص المدان من قبل القضاء العراقي عبر اما استثمار هذا المال المنهوب واما تبييضه واما منح الجنسية أو منح الاستثمارات، وبالتالي يترتب على هذا الموضوع عبء وصعوبة كبيرة. طبعا نقابة المحامين في العراق أكدت في رسالة إلى مؤتمر استرداد أموال العراق المنهوبة، أكدت بضرورة تطبيق مبدأ لا للإفلات من العقاب، و أوضحت النقابة بأن هناك عقبات أمام استرداد الأموال المنهوبة، منها عدم توفر إرادة سياسية موحدة فضلا عن الخشية من التحرش ببعض الجهات المتنفذة وأذرعها المسلحة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يعتبرون بأن الغرض من قانون استرداد الأموال المنهوبة هو للدعاية والاستهلاك السياسي. وأشارت إلى أن هناك نوعا آخر من الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج يتمثل بالعقود والمقاولات الحكومية والرشا والتزوير الذي رافقتها. طبعا وزير العدل الحالي سالار عبد الستار يعني أكد وجود ضعف بالجهود الدولية بشأن استرداد الأموال المنهوبة من العراق، وقال وزير العدل بأن مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يهدف لمواجهة سراق المال العام مشددا على ضرورة استردادها، إلا أن الجهود الدولية في هذا المجال تعتبر ضعيفة إلى الآن ما يعقد خيارات استرجاعها. يعني هاي هم الجماعة دي يخلون شماعة أخرى بأنه الجهود الدولية في هذا المجال ضعيفة. يعني واحد شيء يتكلم، يعني إذا تصريحات من داخل الحكومة تقول لك اللي سرقوا موجودين في العملية السياسية الحالية ويتولون مناصب ووزارات، فليش واحد يعلق الشماعة شماعة المجتمع الدولي؟ شلون طلعت الفلوس من العراق؟ طبعا تصريح سابق ل
وزير المالية الأسبق هوشير زيباري واللي كان قبلها يشغل وزارة الخارجية صرح في وقتها قبل كم سنة بأنه هناك شخص واحد، وطبعا أشارت التقارير في ذلك الوقت بأنه مقرب من نور المالكي رئيس الوزراء الأسبق في العراق، قال بأنه هذا الشخص وحده حول مهرب، يعني بعلم الجهات المختصة والجهات الحكومية، حول 6.5 مليار دولار. خلونا نرجع ونعيد هذا المقطع السابق لوزير المالية الأسبق هوشير زيباري. شخص واحد فقط محول 6.455 مليار دولار. اسمع، 6.455 مليار دولار ها الى حسابه في بنك معين. زين وبالوثائق شخص واحد فقط محول 6.455 مليار دولار. اسمع، 6.455 مليون دولار ها الى حسابه في بنك معين. زين وبالوثائق هذا شخص واحد قبل كم سنة في زمن نور المالكي في زمن دولة القانون قدر يطلع ويحول 6.5 مليار في ذلك الوقت. هذا شخص واحد قدر يحول تحويل رسمي أمام الجهات الحكومية إلى حساب في الخارج، وبعض التقارير تحدثت في ذلك الوقت بأنه هذا الشخص يعني على علاقة مقربة جدا بنور المالكي. ليش ما لزموا هذا الشخص ونعرض أمام القضاء وتم محاسبته؟ هذا الكلام قبل سنوات عديدة. زين اليوم احنا تصرف ملايين الدولارات على هذه المؤتمرات حتى يقال بأنه إرجاع الأموال المنهوبة للعراق. طبعا الكاظمي تحدث وقال بأنه خلال سنة قدر يرجع أموال ما قدروا يرجعوها خلال 17 سنة. ما هي هاي الأموال؟ غير المفروض من الحكومة تكون أكثر شفافية وتعرض من هم الذين سرقوا أموال الشعب وشلون قدرتوا ترجعوهن وشقد الأموال اللي تم استرجاعها، لو هو بس حديث إعلامي فقط. المفروض أنه تكون هناك لجنة مختصة تطلع ببيان واضح، يحاكم السارق ويكشف عن الأموال اللي تم استرجاعها إلى خزينة الدولة، وليس فقط تصريحات إعلامية هنا وهناك. معنا اتصال أسامة من كركوك. أسامة، أنت كمواطن عراقي كيف ترى مؤتمر استعادة الأموال المنهوبة؟ أسامة اسمعني. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. يا هلا بك. أشكر على القناة والبرنامج الطيب. الله يسلمك ويخليك ويحفظك. بالنسبة لموضوع استرجاع الأموال العراقية المسروقة، نعم، هذا كل حكي طبق خاصم مثل ما يقول، ينفخون في قربة مشقوقة، هي الأموال تهربت والمال شايب وماكو حسيب ولا رقيب، فهذا كله دعاية انتخابية، هذا حكي هناك ما هناك. والشعب العراقي يعلم من اللي سرق ويعلم من اللي سرب المال، ومن أدري يهربون وما يتعايف. أستاذ عمر، هذا كله دعاية انتخابية لا أكثر ولا أقل. وين كانوا أسمي كروان كانوا عن الأموال العراقية اللي انسرقت بوضح النهار، ومن اللي راح يرجع؟ هيئة النزاهة يراد لها نزاهة تأثير هيئة النزاهة، وزير العدل هو من الأحزاب، ويعني وكالة هيك يحاول عبثا يعني لا أكثر ولا أقل. نعم، يعني أنت تشوفها دعاية انتخابية. المن دعاية انتخابية؟ إنهم تفوزون حتى تجي مجموعة سراق وحرامية وأعضاء مجلس النواب، العفو أعضاء مجلس النواب مو نواب. يا أستاذ عمر، ما العراق مذبوح على مصراعيه، مذبوح من ناحية الحجر والميزان والأموال، ما راح ينتهي الشبه العراقي.
ماكو اراده حقيقيه، لان امريكا اللي جابتهم ذولا ما جابتهم تا يعمرون العراق، تا يسرقون العراق يقتلونه. واشكرك على هذا البرنامج استاذ عمر. أشكرك أسامة من كركوك كان معنا. طبعا يرجع مراقبون إلى أن الكاظمي يسابق الزمن قبل الانتخابات عبر الترويج لنفسه من خلال عقد مؤتمرات دولية تحمل رسائل للداخل والخارج، رغم إدراكه بأن الإصلاح المطلوب يستحيل تنفيذه ضمن هذا الجو السياسي، وخصوصا فيما يتعلق بإعادة الأموال المنهوبة من العراق. خلونا نتابع هذا التقرير اللي يسلط الضوء على مؤتمر استعادة أو إعادة الأموال المنهوبة اللي انطلق اليوم بالعاصمة بغداد. نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. أي حديث عن الإصلاح في العراق صار بمثابة هدم جديد في جسد الدولة المتهاوي، ومع كل حديث عن محاربة الفساد يزداد عدد الفاسدين وتكثر الكوارث الإدارية في البلاد. ملف الأموال المنهوبة من العراق كان محط نقاش عند جميع الحكومات المتعاقبة، والنتيجة تكون دائما بنهب إضافي لهذه الأموال، فلم يأتي الكاظمي بمؤتمره الدولي عن الأموال المنهوبة بجديد، واستنسخ شعارات سابقيه. لكن على الواقع ما زال العراق يسجل تهريب مليارات الدولارات سنوياً، إذ أن هيكلية حكومة المحاصصة مرتبة على نحو يعطي الأريحية لسراق المال العام بدلاً من التضييق عليهم. وإن كان الكاظمي يدرك ذلك، فلماذا كل هذه المؤتمرات وشعارات الإصلاح التي شهدت تزايداً في الفترة الأخيرة؟ الجواب على ذلك متعلق بالحدث الأبرز الذي يطرق أبواب الحكومة بعد أقل من شهر، الانتخابات البرلمانية. ولا شك أن من يطمح إلى ولاية ثانية في الحكومة يحتاج إلى دعاية عالية المستوى لها أصداؤها الدولية والمحلية. قبل نحو 3 أسابيع عقد الكاظمي مؤتمر جوار بغداد وتعداه إلى حضور جهات دولية، وأخذ المؤتمر صدى إعلامياً يتجاوز حقيقة فاعليته على الأرض. لم يكتف الكاظم بذلك، بل قصد مربط فرس الانتخابات البرلمانية حين توجه إلى إيران والتقى القادرين على إدارة المشهد الانتخابي في العراق. السباق مع الزمن لم يمهل الكاظمي ليلتقط أنفاسه، وفور عودته من طهران بدأ بمؤتمر دولي لاستعادة الأموال المنهوبة من البلاد. وفي عنوان المؤتمر رسالة للداخل الذي يعاني من تداعيات نهب المال العام من قبل المسؤولين. المراقبون الذين رأوا في هذا المؤتمر مجرد دعاية انتخابية لا أكثر يستندون إلى حقيقة مفادها أن المتورطين بنهب أموال العراق مرتبطون بالكتل النافذة والمهيمنة، وتعرف هذه الكتل أن من يريد دخول الصراع الانتخابي لا يمكنه التصادم معها، وبنفس الوقت لا تمانع الكلام إذا كان استهلاكيا دعائيا. طبعا وزير المالية علي عبد الأمير علاوي يعني أكد بأن ما يقارب 200 مليار دولار هربت إلى خارج العراق بسبب عمليات الفساد. وتحدث علاوي الشهر الماضي مع عدد من وسائل الإعلام وقال بأن ما يقارب 200 مليار دولار هربت خارج العراق بسبب عمليات الفساد. تخيل معي هذا تصريح وزير المالية يقول 200 مليار، هاي اللي هربت واللي تم توثيقها في سجلات وزارة المالية، يعني عدد الأموال المسروقة اللي موجودة خارج داخل البلد والأموال اللي هربت خارج البلد ولم يتم تسجيلها في ملفات وزارة المالية. وقال ليس من السهل استعادة هذه الأموال، ويعني تحدث بأنه هناك حوار مع دول الجوار التي استقبلت أموالنا، وأكد بأن نحو 20 مليار دولار تبخرت من الأموال العراقية المهربة في مصارف الدول. طبعا العام الماضي أدلى وزير المالية كذلك عبد الأمير علاوي لصحيفة الجارديان البريطانية، وأشار إلى عجزهم عن حل المشاكل المالية في العراق، وتحدث عن عائلات المنافذ الحدودية، وقال بأن 10% فقط من المليارات الثمانية التي يفترض أن تعود بها المنافذ الحدودية على الخزينة العراقية
يتصل إلينا يعني أعطى مثل بدولة الأردن التي هي جارة العراق وتتلقى الخزينة هناك فيها 97% من عائلات منافذها الحدودية، وعزى قلة عائلات المنافذ الحدودية إلى أن الفساد في المنافذ الحدودية بلغ حدا يباع فيه مكان شاغر لموظف عادي ما بين 50,000 إلى 100,000 دولار، يعني 10 شدات وأحيانا أضعاف هذا المبلغ. زين، هذه المنافذ اللي أول نتذكر كنا من تولى مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة راح على بعض المنافذ الحكومية الحدودية وتعهد بأن تكون مسيطر عليها من قبل الحكومة. زين، ليش لغاية الآن صار أكثر من سنة لم يتم السيطرة على هذه المنافذ وتكون عائدات هذه المنافذ التي تقدر بالمليارات تعود إلى خزينة الدولة؟ المنافذ لا تحتاج إلى مؤتمر إقليمي أو دولي حتى يتم السيطرة عليها. هذه ليست أموال منهوبة كما يقول، طبعا هي ليست أموال منهوبة ولكن أموال مهربة، وبعلم الجهات الحكومية الحكومات المتعاقبة مثل ما تحدث قبل قليل وزير المالية الأسبق قشر زيباري وقال بصريح العبارة بأنه 6.5 مليار دولار هربها شخص واحد فقط وحولها تحويل رسمي، حولها تحويل رسمي بعلم الجهات المختصة، فكيف تكون أموال مهربة أو منهوبة وهي بعلم الحكومة؟ معنا اتصال أبو علي من كركوك. أبو علي، يعني شلون نشوف مؤتمر استعادة الأموال المنهوبة من العراق اللي انطلق اليوم؟ أبو علي تسمعني؟ أسمعك. تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. ألو أستاذ عمر، شلونك؟ بخير الحمد لله، تفضل. ألو أستاذ عمر، شلونك؟ أسمعك عيني، تفضل. ما هاي لا مال تبيع ولا كل شيء يصير، هو عادي نقول العراق كله ما طول موجودة هاي الحكومات صعد وراها فلنا إذا ما تنحل وتصير رئاسة يعني ينشال برلمان، مش تصير رئاسة يعني مو برلمان ورئاسة وزراء وغيره. يلا بعد مستمر هذا، يعني يحتاج ماشي. احنا اليوم يوميا صاير مؤتمر، تدري هاي المؤتمرات تحتاج لها ملايين، تحتاج لها ملايين. اغلب الفاسدين والسراق موجودين عايشين بالعراق من السياسيين، ليش ينعقد مؤتمر تحت عنوان استعادة الأموال المنهوبة ولا يتم إلقاء القبض على السراق اللي موجودين داخل العراق؟ هذه أستاذ عمر، هذه أمريكا هي إرادتها أول ما شكلت هاي الحكومة، هي إرادتها هي من صعدت رواتبهم وانطتهم المجال، ويعني هي إرادت هذا الدمار للبلد. يعني أنا أشوف ماكو حل، ومو بس أنا، أنت وأنا وكل الشعب العراقي يدري ما يصير الحل هذا، يعني نظام هذا نظام فاسد. نظام فاسد يا أستاذ عمر، ما يعني إحنا ميتين، يعني بس هذا الزراعة بس الحين ضربوها، هاي الزراعة اللي هيكلة الزراعة والصناعة وغيرها قاعد أشوف. وهو يوم يعني هو نفسي تعس الكارم، هو يوم كل اللي يجي واحد يعني حشاك، كل اللي يجي واحد أخذ من الثاني. نعم زين، هو يقول الكاظمي يقول شكل لجنة معنية بمكافحة الفساد تمكنت من كشف ملفات بقيت عالقة منذ 17 سنة. إيش سمعت أنت على هذه الملفات ومن اللي تم إلقاء القبض عليه وإيش قد رجعت أموال إلى خزينة الدولة؟ وما ترجع أستاذ عمر، هم كلهم نفس الحالة يعني. يعني أستاذ عمر هم نفسيتهم، يعني هو يدري بها أول بداية، هو كان بعد مدير المخابرات ويدري وكل شيء وكل شيء، ما بس هاي دعاية انتخابية يعني. نعم كل حال نعمة حالك، يعني أبد ما يصير حل. نعم وبعد يترقونها، وبعد هاي منا هاي الاثنين كلها إذا ما تصير رئاسة جمهورية، يعني أنا معيت وأنت معيت والشعب العراقي معيت، هذه مسرحية هذه. نعم أنا أشكرك أبو علي من كركوك كان معنا. خلونا نشوف تصريح
النائب السابق رحيم الدراجي وهو يتحدث عن النظام المصرفي بالعراق منذ العام 2003 ولغاية الآن، وكيف أنه الشخصيات اللي تدير المصارف في العراق مسؤولة عن سرقة أموال البلد. نشوف هذا التصريح ونرجع لكم. ما عندنا احنا اولا احنا ما عندنا قانون يحكم البلد ولا عندنا دستور يحكم البلد. اللي عندنا صح موجود قانون ودستور بالكراسات، بس اللي عندنا إرادة سياسية هي الحاكمة، هي المتسلطة على كل أموال العراق وعلى كل الوضع بالعراق. وإلا الآن الأموال اللي تم سرقتها واللي تم نهبها بهذه الطريقة، زين، والكل يعلم طبعا التصريح السياسي والمصرفي واحد، يعني هو المصرفي واجهة السياسي. لأن هذا مو مطلقا، لابد أكو أسارة لك مو مطلقا. أنت تجيب لي مصرفي عنده مصرف كان بزمن النظام مثلا، يلا حتى نقول هذا والله من عائلة مصرفية وتاريخه مصرفي، هذا كلام. قسم منهم معقبين معاملات، وقسم كان يبيعون بيبسي، وقسم كان يبيعون جرايد، وهسه عندهم مصارف. الله يخليك، غير كل واحد عنده سيرة ذاتية حتى يقال عنه مثلا هذا مصرفي. نعم، يقول أغلبهم كان يبيعون بيبسي وعرضوا حلشية وصاروا مدراء مصارف. وطبعا معروف أنه هناك اتهامات حتى دولية، وهناك مدراء مصارف صنفوا على اللائحة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية. معنا عثمان من تكريت. عثمان، أنت كمواطن عراقي شلون تشوف مؤتمر استعادة الأموال المنهوبة الذي عقد اليوم في العاصمة بغداد بمشاركة جامعة الدول العربية وبعض وزراء العدل للدول العربية؟ والله يا أخي العزيز، مؤتمر هو مبين والأموال الدولة هي مبينة، يعني هي جاءت انباض وجاءت النهب قدام الكل. نعم، يعني هو الكاظمي ما يدري بيها لمن، يعني المالك العفو الكاظمي يدري بيها لمن يروح يتدين من غير دول، يعني ما يدري. نص التلفزيون عثمان يعني. نص التلفزيون للأخير يا أخي. إيه أقول لك الكاظمي من يروح يتدين من الدول. الكاظمي ما يعرف أموال العراق، البرلمانيين ما يعرفون أموال العراق وين، ليش العراق هو خير غليل مثلا. زين، شلون ممكن يرجع هذه الأموال؟ ما ترجع، صعبة هذه الأموال ترجع بعد. ليش؟ ما ترجع أستاذ. زين، ليش يسوي مؤتمر؟ أموال العراق وبعد بيد ناس ما عندهم مخافة على الله أصلاً، بيد ناس خلت المواطنين بالشارع قاعدة، خلت المواطنين تاكل من الزبالة، خلت الفقير اللي هو ينتظر راتب الرعاية يجي راتب الرعاية أكله مال اللي هو مال الفقير. نعم أستاذ، يعني شلون يريد يرجعونها إذا هو الفقير لاحقوا على راتب الرعاية وينتظر براتبه وأكلوه، شلون كيف ترجع؟ زين، هو اتهم في الانتخابات، في كلمته في الانتخابات. نعم، يجون يقوم لك يصير لك هو وما فوق، أقول العراق رجع بنعمة فضيلة. نتروح الانتخابات يرجع كما كان، يرجع نفس النهب ويرجع نفس الجوع ويرجع وماكو شيء وما مسوين شيء. يعني العراق ابو خيرات بالنفط وقاعدة تالية، هيش تالية، يعني بيا دور الدول العربية قوم تحسن على العراق، بيا دور يقوم العراق الدائم من الدول. ليش ما له قليل الدول؟ العراق ما له قليل، مو قليل، بس يا أخي والله العظيم بوق. نعم، أنا أشكر. يعني لو أحد، نعم تفضل، لو أكو أحد لازم مالية العراق صحيح، كان حتى العراق ما بي واحد فقير ولا بي واحد بالشارع ولا بي واحد تكرم ياكل من الزبالة. ليش هذه الفقرة ما يدخلون عليها ما يشوفونها؟ نعم. فيا أستاذ، لا مؤتمر ولا شيء، هذه سوالف، هذه حكم الانتخابات ترى. اي والله هذه حكي مال الانتخابات ترى، حتى الجاهل العمر 5 سنين قام يعرف بيها، كل ما تصير الانتخابات يسوون العراق ماكو فوقها، هو العراق الدول كلها تضحك عليه.
اي والله هي مبينه استاذ. أنا أشكرك عثمان من تكريت كان معنا. أبو محمد من السماوة. أبو محمد، الكاظمي اتهم النظام السابق وقال بأنه هرب مئات المليارات أو تهريب المليارات من الدولارات بدون تعيين أرقام، قال مليارات من الدولارات هربها النظام السابق. سمعت النظام السابق هرب مليارات؟ أولا السلام عليكم. طبعا احنا مو بصل الدفاع تحية. الدفاع عن هذا النظام أو ذاك النظام، ولكن نتكلم بالواقع. نعم أهلا بك أبو تحية لك أستاذ عمر قناة الرافدين. بالنسبة يعني هم المقصود من هذا التصريح للكاظم يعني هو يقصد الحقبة التاريخية للعراق ما قبل 2003. نعم يعني يقصد النظام الوطني انه كان يهرب اموال، لمن كان يهرب النظام الوطني وشلون هو بلد محاصر بحدود مغلقه كان يهرب العراق، والمن مثلا اكو مصارف مثلا موجوده الدول الجوار انه اعترفت بهذه الاموال او هم اذا يعرفونها عن طريق مخابراتهم او عن طريق مصارفهم اللي ترئيسه بعد 2003 يقدرون يقدمون لنا بيانات انه تثبت هذا الكلام. زين ليش ما يقال المالكي عنده 3 مليارات دولار قبل فترة وصار ضجة إعلامية عليهين بلبنان بمصارف لبنان، ولبنان قالت احنا ما نطلق هذه الأموال وهي باسم أحمد بن نور المالكي، وهذه كثرة المؤتمرات اللي ما لها وما بها أي جدوى وما أي منفعة. مرة مؤتمر إقليمي الدول الجوار وبعدين شفنا انه مو بس دول الجوار حضرت بالمؤتمر وصارت نزاعات وكل من يقول هذا المكان الي اوقف به من اخذوا صور فوتوغرافيه اذا تذكرون استاذ عمر وذاك زعلان وهذا متحدي كذا. واصلا هو هذا المؤتمر الاقليمي اللي دول الجوار سبب وسبب حدوث الطارئ والمفاجئ انه هو بسبب احداث افغانستان مرتبطه بارتباط مباشر. وهذا المؤتمر الجديد طبعا هذا هو مثل ما وصوه الجماعة قبل فترة أو ضغطوا عليه أو مثل ما تقول قالوا له أنت التزم بالمنهاج اللي كلفناك به يا كاظمي اللي هو الإعداد للعملية الانتخابية خلال فترة حكمك هذه المتمثلة بأنه أنت تروج للانتخابات وتهدد الأوضاع، وهذا جزء من عملية إشغال الرأي العام العراقي خلال هذه الفترة. ويظهر الكاظمي بهذا المظهر على أنه أكو النظام السابق أو النظام الوطني السابق هو اللي كان يصدر الأموال. ما كانت عندنا أموال إحنا كان يهربها النظام السابق، أكو عندنا أموال كانت محجوزة نعم مجمدة بالبنوك قدها صدق. نعم إذا هم زلموا قدها وصدق خلي يقدرون يمشون يطلقون هذه الأموال المجمدة عندنا بسويسرا حسب ما أتذكر، وعندنا أموال أيضا بأمريكا حجزة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا إذا أكو ناس عقال لحد الآن تتذكر إنه شلون لما فرضوا الحصار الاقتصادي للعراق وشلون بدوا يحجزوا إنه يضعون أيديهم على هذه الأموال، لكن ما حد يتحدث بهاي الأمور أستاذ عمر للأسف. إحنا إذا ما هو الهدف من المؤتمر برأيك؟ المؤتمر الاول والاخير هو اشغال الراي العام هاي خلال هاي الفتره استاذ عمر. نعم يعني انت رجل اعلامي هذا شغلك، انت ابدي اشغل لنا الراي العام خلال هاي الفتره واحنا بروح نشتغل على الانتخابات ونعلق لوحات وكذا ورجع سودنا الفتره النظام الوطني، وقام كل من يطلع وقال أنا هاي إنجازاتي وهذا هاي جراءة من النظام السابق وهاي كذا، يعني هن ذني كل مرة يحجونهن وهاي إنجازات نحن خلينا الناس تروح مشاية هاي هي هذا سووا له للجنوب إنه خلوهم يشون مشاية ويلطمون هاي هي الله وكيلك. نعم شنو اللي سووا لهم يعني أبد كل شيء ما سووا لهم يا أبد. هذا المنجزات العظيمة اللي جاء بها المالكي و ومن لفلفه من أمثال المالكي وهذا العامري والكاظمي هم زمرة عصابة كل من عنده شغل هذا إعلامي يروج للانتخابات، وإذا جاوز هاي الحدود
يضربونه، وهم شغلهم يروجون ويهربون. ثاني نحن ضربت امس ما مو بعيده، يعني امس اسرائيل ضربت طائرات العفو الطائرات الاسرائيليه ضربت بالحدود العراقيه، وشفت شلون تهرب الشاحنات. يعني ما يعني هاي الشاحنات يعني ايش كانت تحمل؟ كانت تحمل اموال لمساعده الحرس الثوري الموجود بسوريا، وايضا كانت تحمل اسلحه وذخيره، لان العراق صار معبر يعني ما شاء الله، وصار لتجار السلاح وتجار المخدرات وطريق حرير للجمهوريه الاسلاميه. هذا العراق صار لمن هب ودب محمد. نعم أنا أشكرك من نهاية أستاذ عمر، أشكرك تحقيق. إذا تبقى ويانا أبو محمد بس عندنا اتصال، أبقى ويانا هسه نرجع لك. ناصر من بغداد. ناصر مرحبا، أهلا بك. أهلا بك ناصر. ناصر شلون نشوف مؤتمر استعادة الأموال المنهوبة؟ يا أهلا بك أستاذ عمر. هذا المؤتمر مؤتمر يعني تجميلي فقط الحكومة العراقية. أي فائدة مبي؟ أي فائدة مبي؟ لأن هذا المؤتمر شو يقدر يناقش؟ لأن لا عنده سلطة تنفيذية ولا عنده سلطة قضائية، فإذا هو حضور المؤتمر دعاية إعلامية فقط، ما في أي تأثير على هذه الحالة. اثنين لما يتهمون أنه الأموال منهوبة ومسروقة، إيش عجب إذا مواطن يطلع شايل نص شدة مال دولارات برا يكمش المطار يكمش المنافذ؟ ليش هاي الأموال الضخمة تطلع بموافقة تكون شخصية؟ اذا الاغلب المهربين واغلب الاخرين هاي اموال هم بالسلطه العراقيه، بالسلطه على مدى هاي السنوات المتقدمه. نعم زين، اذا قمشتهم الحكومه العراقيه حاليا تقدر تشخص تقول فلان؟ ما ممكن استاذ، ما ممكن يشخص فلان، لان فلان يطلع اول شيء بالسلطه وبد مسؤول سياسي كبير. نعم فاحنا ما نريد هاي الحاله، احنا نريد عقاب. الأموال إذا ترجعت بها عقوبة، أنا متأكد مجلس القضاء العراقي يكون بعد الفاسدين جرع يتصدى لهم مجلس القضاء الأعلى لعدم وجود أدلة، لعدم وجود إثباتات جنائية. فإحنا نريد هاي الحالة أستاذ عمر، إحنا نريد جزاء القضاء يشترك فيه والسلطة التنفيذية. لكن هي المشكلة السلطة التنفيذية أغلبهم هم سارقين هاي الأموال، هم مواطن عراقي. ما أعتقد احنا اللي نتمناه من القضاء اذا تكون فعلا جاده وحريصه على اموال المجتمع العراقي ان تشعر المواطن بان هي حمايه المواطن او المواطن هو اللي يحتمي بها. لكن هذه تروح لجوب بعدين مريت استاذ عمر والمواطنين العراقيين انه المزاد مال العمله وين كان؟ اغلب مزاد العمله المسؤولين استاذ عمر للمسؤولين السابقين الفاسدين، والا هاي الاموال الضخمه هاي تبني بلد. احنا كهرباء عمر تدري ايش عاد يصير؟ كهرباء ماكو حاليا. زين احنا مو انا اتمنى السيد الكاظمي يحكم لي شخص او يحضر. كل شيء شرفته عندهم العراق لحد الان ترجع من اموال حسب ما عرفت من خلال الاعلام 25 مليون دولار اعتقد من المانيا، اعتقد هذا اللي فهمته. هاي المؤتمرات تنعقد هي تكلف اكثر من هذا المبلغ، فاحنا هيك مؤتمرات مو بحرص. نعم ناصر، احنا بحاجه الى علاجات. العلاجات كالاتي: انه المحكوم يستهلك في التلفزيون وتجري عليه محاكمه قانونيه. نعم المواطن يكون على بينه، حتى المواطن يعرف من بده يصرف هاي الاموال. زين ناصر، احنا بالعراق بالعراق موجود هيئه النزاهه النيابيه، انت كمواطن شفت سمعت انه هيئه النزاهه قد ارجعت اموال من هذه المليارات المهربة بحسب الأرقام الحكومية؟ هل يعني بالملفات اللي ياهل يطلع من المسؤولين أو النواب يقول لك أنا عندي ملفات؟ طبعا يتكلمون بالعموميات وما يذكرون الأسماء بشكل صريح. أنت كمواطن شفت شيء من هيئة النزاهة سوت شيء تجاه الفساد اللي موجود بالعراق مثلا؟ بس كلام اما افعال حقيقيه ماكو. هي النزاهه احيانا تصير غطاء للفاسد، غطاء وتساومه للفاسد. مثلا الفاسد اخذ مبلغ معين على ربع المبلغ او نص المبلغ، يلا استد القضيه. فالعراق بدون دوله، والله العظيم انا هسه
بدون دولة. نعم. عايش على القدرة والله ما أعرف شو. ليه؟ ما محتاج كهرباء ماكو 8 ساعات 9 كهرباء. للشهداء ماكو، الفقراء هذول العشوائيات. نعم ناصر. غير الترقية ما كفت. أنا أشكرك أخي ناصر من بغداد كان معنا. أعود إليك أبو محمد من السماء وأعتذر منك. الكاظمي بافتتاحية المؤتمر تحدث وقال بأنه شكلت لجنة معنية بمكافحة الفساد تمكنت من كشف ملفات بقيت عالقة منذ 17 سنة، وأنه تم استعادة أموال منهوبة من الخارج خلال الفترة الماضية. شو ما شفنا كمية الأموال اللي تم استرجاعها من هذه الشخصيات، يعني لم يتم إلقاء القبض على شخصيات معروفة في الشارع العراقي، اللهم يمكن بس جمال الكربولي دار الحديث عنه. كمية الأموال، يعني شو شوف هذا التصريح؟ يعني الكثير من العراقيين تحدثوا بأن المؤتمر هو من أجل دعاية انتخابية، من أجل يعني إعادة انتخاب الكاظمي أو ترشيح الكاظمي لولاية ثانية. أستاذ عمر، الشخصيات اللي تقول عنها أنت هي نفس الشخصيات اللي كانت في فترة العبادي لما يطلع بخطاب ويقول البعض، احنا دول البعض اللي ما عرفناهم لحد الآن. اي طبعا البعض هذه البعض مكررة على ألسن من يتولون الحكومة. نعم حتى الكاظمي نعم اي طبعا، لأنهم يفتقرون للشجاعة. ذكرتنا ببعض تصريحات رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، سوف نضرب بيد من حديد. وان يد من حديد سوف نضرب بيد من حديد. نعم نعم. يعني شيء مخجل يعني تصريحات أستاذ عمر. وهو حتى إذا تشوف يعني هسه هذه المؤتمرات اللي يعقدها الكاظمي، يعني من الناحية المالية، هسه نرجع من الناحية المالية، ايش قد راح تكلف؟ يعني هاي مو أموال مسروقة من قوت الشعب، هاي النفريات العملاقة بالمليارات اللي عقد مؤتمر لمدة يوم ويومين بالفنادق هالفارهة. 30 مليار دينار صرفت على مؤتمر قمة بغداد اللي انعقد قبل أسابيع. 30 مليار دينار. الناس غافل عن هواي أمور أستاذ عمر، الناس غافل عن هواي أمور. وأنتم ما شاء الله الحمد لله والشكر، يعني الناس واعين، عندكم وعي سياسي جدا كبير، يعني تعرفون مجريات الأحداث والرؤية المستقبلية عندكم للأحداث السياسية اللي يمر بها البلد. بالنسبة للكاظمي، قبل يوم راح جمهورية إيران، وطبعا الظهر يعني بناء على دعوة مستعجلة. نعم. ودورت عندنا حتى ساعات تجهيز الكهرباء بشكل مفاجئ، يعني واللي فهمناه انه لانه صرح الكاظمي وقال احنا التاشيره راح نحددها للزوار الايرانيين وتكون فقط عن طريق الجو اللي يحمل مسحه وكذا، يعني راسا ساوموه، يعني راسا يعني خلوه يرضخ للامر الواقع وجروه من اذنه وقالوا تعال صير حبات وانت هذا حدك وهذا اللي تتوقف عنده. فرجع قام يعقد مؤتمرات، وقلت لك مثل ما قلت لك يعني يردون يشغلون الرأي العام، وهو ما عدينا شغلة ولاية ثانية مقتل الصدر، قايل لأنه أنت إذا فزنا إحنا ككتلة صدرية راح نخليك أنت رئيس وزراء غصبا على المالكي وغير المالكي. هي مسألة تحديات، وهم أنا أقول لك بشغلة مهمة جدا أستاذ عمر، هم راح يصير خلاف قوي بيناتهم بالانتخابات، قبل الانتخابات أو احتمال يعني بعد الانتخابات اكثر شيء. نعم. لان احنا جاي نشوف الشارع عندنا هنا يعني بالجنوب يعني معركه حامية يعني كلش يعني بيناتهم، يعني تصريحات يعني شفت تصريحات بعض النواب اللي هم محسوبين على محافظتهم مثلا، وشلون كان ردة فعل احد النواب من التيار الصدري. وهنا عندنا الامور متازمه هسه حاليا ترى بين التيار الصدري وبين العشائر عندنا بالسماوه. اي واصل حد يعني لا يطاق. فهذا هو هذا المغزى الحقيقي لعقد المؤتمرات، هو ترى دعايه اعلاميه وفتره هم هاي فتره انتخابات ترى مو ما مهتمين الشعب ولا مهتمين الامر اي شخص. انا اشكرك ابو محمد من السماء وكان معنا. رساله على الواتساب، الحكومه ما يهمها اذا جاء المواطن،
اللي همها السرقة وتدمير البلد حسب الله ونعم الوكيل أبو زهراء من أواسط. أكو تقرير كشف عنا بالشهر الثالث بهذا العام موقع ميديا بارت الفرنسي، وتحدث عن جانب كبير من الفساد اللي شهد العراق بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وعن نقل مليارات الدولارات من أمريكا إلى العراق. طبعا هذه المئات المليارات أو المليارات من الدولارات هي أموال مجمدة لملك العراق في ذلك الوقت. وهذا التقرير طبعا يرد بشيء من حديث مصطفى الكاظمي اللي تحدث عن تهريب مليارات الدولارات. جاء في التقرير بأنه تم نقل 40 مليار دولار تعود إلى صندوق التنمية العراقي الذي تم تجميد أصوله في أمريكا خلال حصار العراق بين عامي 91 إلى 2003، أموال مجملة تم نقلها إلى بغداد. التقرير طبعا طويل، لكن الملفت بالتقرير بأنه هناك كان جندي أمريكي من مشاة البحرية الأمريكية اسمه ماثيو. هذا الجندي يذكر قصة الموقع الفرنسي بأنه جاء بحماس وبعد ما شاف موضوع المقاولات بالعراق والفساد بعام 2003 ترك الخدمة العسكرية وتحول إلى مقاول بيوم وليلة. وهذا الشخص يعني وجد في يوم وليلة، يسرد التقرير الفرنسي، جو إيده 50 مليون دولار نقدا ومشاريع 136 مشروع، والإدارة لا تطلب منه أي حساب. هذا الشيء بسيط من الفساد بالعراق. طبعا التقرير يسرد كذلك قصة، وهي المحامي أو المفتش العام في هذا الأمر. المفتش العام اسمه، هسه نجي على اسمه، تشكيل بعد تشكيل الحكومة. طبعا تعرف هذا ماثيو قبل ما نسرد قصة المحامي أو المشرف على هذه الأموال، تعرف على شخصيات سياسية في العراق، وكذلك يعني استفاد من عندهم مئات الملايين من الدولارات. طبعا تم تعيين محامي اسمه ستيوارت بوين مفتش عام لتدقيق الأموال. يقول قبل ترك منصبه تلقى بوين معلومات محققة عن وجود مخبأ في ريف لبنان بداخله مليار وستمائة مليون دولار من أموال العراق، وما يعادل 400,000 دولار من السبائك الذهبية. ولكنه عندما ذهب شخصيا لتعقبها وجد بأنها ليست أمريكية، ولكنه يمكنه فعل شيء سوى تنبيه السلطات العراقية إليها. قابل بوين رئيس الوزراء في ذلك الوقت نور المالكي، أبلغه بالأمر حتى تتعقب حكومة العراق هذه الأموال. يقول لكن بعد عام من ذلك ألقي القبض على رجل معه المبلغ المذكور، فلم يكن سوى أحمد المالكي نجل رئيس الوزراء العراقي كما جاء في التقرير الفرنسي. نعم، معنا اتصال. صباح من بغداد. صباح، كيف ترى مؤتمر استعارة الأموال المنهوبة الذي يعني عقد اليوم في العاصمة بغداد؟ طبعا هذا المؤتمر فاشل، ما طول انعقد في بغداد وأشرفت عليه الحكومة العراقية، هذا يعتبر مؤتمر فاشل، لأن كل العراقيين حاليا إذا تسأله اللي 1,200,000,000,000,000 دولار من 2003 ولحد الآن هي مال بيع النفط، وكل العراقيين يعرفون ميزانية كل سنة شقد وصلت لحد 140 مليار دولار. فترة المالكي 8 سنوات، المالكي هو المسؤول الأول والأخير عن هدر كل هاي الأموال وسرقتها وتحويلها عن طريق المصارف الموجودة الوهمية اللي هي تابعة للأحزاب وبحماية الأحزاب والميليشيات. فكل الحكام الموجودين السياسيين العراقيين ومن ضمنهم وزير المالية المتعاقب، يعني كل وزير مالية صار على هذا المنصب يعرف الأموال لمن صرفت بجهة شنو. فهذا التبويب للأموال اللي نهبت كلها يعرفها وزير المالية ويعرفها رئيس الوزراء وقادة الكتل، هم المسؤول الأول والأخير عن كل سرقة الأموال اللي سابقة. ليش هذا المؤتمر برأيك؟ شو مفسره؟ يعني فاشل اللي ما طول
شوف نعم. أسرع توقيت المؤتمر بهذا الوقت توقيت يعني ما احنا نقول يعني الانتخابات جاية ومجرد اللي بيبيضون يقول لك الحكومة العراقية احنا جاي نبحث على اموال المسروقة ليش هو من سرقها اساسا مصطفى الكاظمي كان رئيس جهاز المخابرات فهو يعرف هاي المصارف المتابعة ويعرف شلون تم تحويلها الى لبنان ولا ايران ويعرفون الاموال اغلبيتها ووقفن بها الى الحصار الموجود على دولة ايران وساندوها ساندهم الجمهورية اللا اسلامية في الحصار الموجود عليها ليش ايران تصبر هي السباقية غير الأموال العراقية اللي جاي يحولوها لهم وعلى واقع الحال ماكو أي مشاريع من بغداد كان معنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين والتي تحدثنا فيها حول مؤتمر استعادة الأموال المنهوبة الذي انطلق اليوم في العاصمة بغداد شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله